السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الحلقة الثالثة من سلسلة تعلم اللغة اليابانية، حروف الهيراغانا. بنتعلم حروف الهيراغانا النهاردة إن شاء الله. بنتعلم مجموعة حرف الإس. إحنا قلنا إن الحرف ممكن عندي هنكتب إس 5 مرات، ممكن الاس يجي وراه الاي، ممكن يجي وراه اي، بس احنا عند في الياباني عندهم بدل بيحط الاي لكن بيحط قبليه اتش. طيب ممكن يجي وراه الاس، ممكن يجي وراه اليو، ممكن يجي وراه الاي، ويجي وراه اخر حاجة ال او. بص معايا النطق كده عشان نفتكر، هنقرا كده مع بعض: سا شي سو سي سو، سا شي سو سي سو. سا الياباني لما يقولوها بسرعة يقولوا سا، شي لما يقولوها بسرعة يقولوا شي، وسو لما يقولوها بسرعة يقول لك سو، وسي لما يقولوها بسرعة يقول لك سي، وسو لما يقولوها بسرعة بيقولوها سو. خلاص، ادي اول حرف عندنا. طب الحرف ده هو هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك a weird sign. يعني ايه sign؟ يعني علامة، علامة غريبة. طيب هو قال لك عشان تفتكر ايه، تفتكر إيه الحرف من كلمة ساين، علامة كأنها علامة، رسم لك علامة. انا ممكن بقى اسهلها لكم، نكتب احنا هنا، هنكتب هنا بقى هكتب ايه، اقول لك دبل نوت. دبل نوت يعني ايه؟ يعني غير مزدوجة، ليست مزدوجة. دبل نوت وهنقول ساين معناها ايه؟ اول حرف في الدبل كلمة ايه يا ولاد؟ حرف الدي. والحرف اللي هنا ايه؟ حرف الاس. بصوا بقى معايا، ايه اول حاجة هنا؟ ايه هنكتب حرف الدي، او هنكتب حرف الايه؟ الدي، ده الحرف اللي احنا عارفينه. كلمة دبل بتعرفنا أول حرف دوت، علشان the first letter in the word double memorizes us to write this Japanese character. يعني this Japanese character looks like دي. يعني هو هنيجي نعمل اهو، بس لما بنيجي نكتبه بقى بنعمل ايه؟ بنعمل كده وبعدين كده وبعدين ايه؟ ها هنعمل الدبل اللي فوق، الحد اللي فوق دبل، يعني هي إشارة واحدة بس من فوق. طب نقراه ازاي؟ ها سا سا، ان هو بيقول لك ساين ساين. خلاص. طيب الحرف التاني ده هنخليه تحت هنا شوية. الحرف التاني اللي احنا قلنا بنقرأه ازاي؟ ها شي او شي. طيب هو هنا بيقول لك زي ابوه سيل، سيل يعني اسمه ده كلب البحر. طب هنقراه احنا بقى، اقوله ازاي؟ بص بقى كده معايا، اقول كده طول، لا لونج، لونج فيشينج لاين. هوك، لونج فيشينج هوك. بص بص معايا،
اول حرف في لونج ايه يا ولاد؟ ال ال. انا عندي كلمة فيشنج هنركز على الاس اتش والاي اهي يا ولاد. حرف ال ال دوت هيفكرنا بان احنا نكتب الحرف الياباني. ال ال عامل كده، احيانا الناس بتكتب ال ال كده وفي ناس بتكتبه كده اهو. يبقى احنا هنكتب ال ال لونج، يبقى احنا كتبنا الحرف ايه؟ زي ال ال، similar to ال. نيجي نقراها ازاي؟ من كلمة فيشنج، شي لا شي سوري. خلاص الحرف التالت معايا، ها بص بقى معايا الحرف ده جميل جدا، هنفتكره بطريقة جميلة اهو. واحد اللي قالك a swine so doing a throwing that poor kid off of it. طبعا هو بيقول لك ان واحد بيتمرجح وقع ايه؟ وقع من على البتاع. طيب انا هقول لك ايه اول حاجة ان دي نقراها ازاي، اس يو نقراها ازاي، ها سوق 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 خلاص. طيب نيجي بقى نكتب الجملة اللي هتحفظنا ازاي نكتب الحرف. تول، ناين ييرز اولد كيد. انا هتخيل واحد على واحد طويل، طفل عنده 9 سنين وطويل، ماله عمل ايه؟ ها نقول كده soon will fall off. will fall يعني هو ايه؟ قريبا هيقع من على المرجحة. soon الثاني هو he will soon fall off the swing، او افتكرها زي المرجحة. خلاص اول حرف في التول التي، وهناخد الناين دي ماشي، وهناخد كلمة الاس من سون سو. طب ليه بقى؟ بصوا بقى اول حرف في كلمة تول ايه؟ تي اهو، هنكتب تي بقى بص ناحية اليمين الشمال اهو، نعمل كده ها، وهنعمل كده عملنا تي. يعني انت لما بتكتب تي، انت لما بتكتب تي في ناس بتكتبها كده وفي ناس بتعملها كده، لا احنا بقى هنعملها ايه؟ هنعمل دي ناحية الايه؟ ناحية الشمال خلاص. والتي كابيتال بتبقى كده اهي، تي كابيتال بتبقى كده صح ولا لا؟ ايه احنا هننزل تصفيق عشان محتاجين. طيب عملنا التي، ايه حكاية الناين دي؟ هنروح جايين من هنا هنكتب ايه؟ كأني بنكتب رقم 9. It's like I write the 9 letter in English. اما ان انا اعمل حرف التي اهو، التي اهو، اما اعمل حرف التي واروح اعمل حرف ايه؟ واروح عامل حرف 9. حرف 9 بيتعمل كده اهو اهو، بيتعمل كده ادي حرف 9 رقم 9. خلاص يا ولاد يبقى دي نقراها ازاي؟ سوق. الحرف الرابع هو هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك new how sexy is that tooth، يعني ازاي السنان دي شكلها مغاير يعني، او بيثير للاعجاب. مش هنقول sexy يعني عشان هي كلمة مش كويسة شوية. طيب هنختفي من اللي احنا بنقول. انا كده هقول لكم teeth teeth tall. بصوا يا ولاد انا عندي هنا تو تول او تول تيث،
in a mouth. saying يعني ايه؟ بص بقى معايا، بص معايا، اول حرف في كلمة تول تي، تاني حرف في كلمة تيس تي، الحرف اللي في كلمة سي. خلاص نمسك بقى القلم بتاعي، اول حرف في كلمة تي تول تي، هنعمل بقى التي اول تي هنعملها اهو كده، نعمل التي بس هنطولها من تحت شوية كده، وهنعمل التي كده اهو، التي التانية بصلها كده يعني، بس صغيرة شوية، هتعمل كده اهو ونازلة كده وبعدين لازقة فيها من هنا كده اهو. شفتوا يا ولاد حلوة ولا وحشة اهو؟ ايه بقى؟ يبقى ممكن نفتكر ان دي السنة، التيس اهي، السنة نازلة اهي، شايفين السنة دي اهي، السنة دي اهي، دي the teeth, this is the teeth. خلاص saying say عشان نقرأ الحرف to read the letter say 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 say. خلاص آخر حرف بقى عندنا آخر حرف عندنا اللي بيقولوا عليه so. هو بيقول لك a song bird. طيب a song bird يعني أغنية طائر، ممكن نفتكره بأن هو طائر، بص الحتة دي المنقار بتاعه اهو، ده المنقار بتاعه عامل كده، ده الحتة دي رقبته، رقبته نازلة كده، ايده جناحاته، جناح جاي كده وبعدين جاي كده، رجليه، رجليه عاملة كده. خلاص دي احسن حاجة نفتكرها. عايز تفتكرها بقى بطريقة تانية ممكن تقول لي ايه؟ 7 years old. seven years old. young. young songbird. يعني ايه؟ اول هناخد رقم 7 وهناخد اسمه ايه ده؟ وهناخد اول حرف في الكلمة years الواي والسو. طيب هنروح عاملين ايه؟ هنروح جايين هنا وكاتبين رقم 7، شايفين السيفن دي اهي، ادي السيفن اهي يا عم. طيب ايه حكاية الواي دي؟ بص معايا، الواي لما بنيجي نكتبها كده، تعالى اقلب الواي دي كده، هتبقى عاملة ازاي؟ هتبقى باصة كده، وفي ناس بتكتبها كده صغيرة شوية يعني، مش مدلدلة من هنا، وبص بص بص من الناحية دي ريفيرس واي، هنيجي يعني كده اقلبها بقى كده، عايزين نقلبها اهي كأن بنعمل كده، وبعمل ايه كده، عايز تعمل الحتة دي اهي بتاعت الواي اهي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.